تفادياً للطوابير الطويلة أمام الوكالات البنكية وتخفيفاً للأعباء على المواطنين، ها هي الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه عدل تبرم اتفاقية الدفع الإلكتروني مع القرض الشعبي الجزائري، حيث سيتمكن المكتتبون بصيغة عدل من استلام أوامر الدفع إلكترونياً دون عناء الانتظار الطويل. إذن اليوم كانت فيه الانطلاقة العملية استلام وصل الدفع لزوفي لزور ديفيرسمون للمواطنين من بيوتهم، عندهم رقمنا كود تاعهم، عبر هذا الكود يقدر يخرج لوفي تاعو من المنزل ولا من اي منطقه يشاء. هذا يسمح لنا اولا اننا نتفادى اننا نروح ونجمع كل المواطنين في مكان كما كان في السابق في ملعب 5 جويلية. الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري أكد أنه تم تخصيص أرضية إلكترونية خاصة تتيح للمكتتب إدراج رقم التسجيل والرقم السري لاستخراج الأمر بالدفع الذي يكون مزودا بشفرة خاصة بكل مكتتب لتفادي عمليات التزوير. احنا عندنا فرق مراديال ومسي بي ا كي ترافاي دوبي بليزيور سيمين، والحمد لله هذه اول مرحله اللي قدرنا فيها انه المكتتب يقدر اباتي تشي لوي سون دوميسيل و سون ليو دو ترافاي، يقدر يتيليشارجي روسي ديفيرسمون ويروح دون لي اجونس دو سي بي ا كي سون ليستي دون لو سيت ويروح بور فير سون فيرسمون. فوالا اي اون سيت اورغانيزي بور كو لونسومبل دي اوبيراسيون كوتيديان رومونت اوتوماتيكمون ا لا دي ال بور كي سو انفورمي دي فيرسمون افيكتوي. هي إجراءات تسعى لها وزارة السكن من أجل عصرنة القطاع وتطويره وكذا تسهيل والتخفيف على المواطنين.